الموضوع في شقه أو ظهيرة في شقها الثاني متعلقة كذلك بمشروع قانون آخر في وزارة أخرى وفي سلك آخر وهو قطاع العدل، مشروع قانون لتعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. من أجل الحديث حول هذا الموضوع والتفصيل طبعا القانوني في هذا الموضوع يحضر معي عبر خدمة الهاتف الأستاذ نجيب بطام المحامي. أهلا بكم أستاذ، يا مرحبا. أهلا وسهلا، مساء الخير. يا أهلا. إذن درست الحكومة صيغة نهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ربما ما الجديد الذي يأتي به هذا المشروع أو قانون هذا المشروع هذا القانون من أجل الحفاظ على أراضي الدولة أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الجديد الذي ربما يحمله مشروع هذا القانون هو العقوبات المغلظة أو العقوبة المغلظة حسب ما جاء في المسودة والمسودة مشروع هذا القانون، والتي قد تصل إلى عقوبة 20 سنة سجن لكل من يعتدي على الأملاك الوطنية، الأملاك العقارية التابعة للدولة. ينبغي التذكير أنه التشريعات الحالية عجزت عن مجابهة هذه الظاهرة وعجزت عن ردع ظاهرة الاعتداء على الأملاك العقارية التابعة للدولة والاستيلاء عليها، فلاحظنا انتشار واسع لظاهرة البناءات الفوضوية في أراضي تابعة للدولة واستقرار كثير من الأشخاص على هذه الأراضي بعدما يقوموا بإنجاز بناءات فوضوية لعقود من زمن، يعني لسنوات عديدة، مما شوه النمط العمراني للمدن الجزائرية وحرم الدولة من استغلال أراضيها في كثير من المشاريع التنموية أو المشاريع الإسكانية، فضلا عن انتشار ظاهرة الاعتداء على الأراضي الفلاحية ببناءات فوضوية، الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والتي منحت للأشخاص في إطار عقود الامتياز لاستغلالها في إطار فلاحي أو صناعي، وتحول عن مقاصدها بفعل من استفاد منها وفي بعض الأحيان بتواطؤ من المسؤولين. لذلك الجديد أيضا في هذا النص أنه يتكلم على متابعة وعلى مسؤولية المسؤولين أيضا الذين يثبت تواطؤهم في هذه الاعتداءات على أراضي الدولة. طيب أستاذ، اليوم نحن نتحدث عن تفاقم حالات التعدي على هذه الأراضي، أراضي الدولة، خصوصا في السنوات الأخيرة، وباعتراف منكم أنه كان في تواطؤ حتى مع المسؤولين يعني إشغار هذه الأراضي، أراضي الدولة، سواء ببناء فوضوي أو بغيرها. اليوم ألا ترون أن هذا المشروع سيكرس من أجل تشديد العقوبات؟ ربما هذا ما كنا نحتاج إليه أستاذ بطام. بالطبع، أنت تعرفي سيدتي الفاضلة أنه يعني تسمحي لي نقولها بكل صراحة، الدولة تخلت عن هيبتها في بسط القوانين في السنوات الأخيرة. الدولة، النظام السابق سلك نظام المهادنة الاجتماعية، دعه يعمل ما يريد حتى وإن كان خارقا للقانون مقابل السلم الاجتماعي. هذه السياسة التي انتهزها النظام السابق، الشيء الذي خلق وضعيات قانونية بائسة في الجزائر، نمط عمراني يعني فوضوي، حرمان الدولة من استغلال أراضيها العقارية في مشاريع تنموية، تغيير وجوهات القرارات التي تمنحها الدولة للمستثمرين الصناعيين والفلاحيين عن وجهتها، أكثر من ذلك التصرف حتى بالبيع في هذه الممتلكات التابعة للدولة، وأيضا قيام كثير من الأشخاص والأفراد على الاعتداء على الأملاك التابعة للدولة. حتى شاهدنا في السنوات الأخيرة أشخاص يقومون بدخول عمارات، شقق في عمارات واحتلالها،
واحتلالها، وفرض الأمر الواقع يجيب العائلة تاعه والأولاد تاعه ويدخل السكنات ويبقى محتل تلك السكنات. والقوانين الحالية لا أقول لا يعني عاجزة عن ردع هذا الظاهر، لذلك كان لابد، وهو ما ذهب إليه رئيس الجمهورية في إحدى خطاباته ولا لقاءاته مع الصحافة اللي لفت الانتباه إلى انتشار هذه الظاهرة وضرورة قيام الدولة بواجبها في حماية ممتلكات الدولة، لأنه حتى نضع حد للفوضى الحاصرة عندنا في الجزائر والتي استفحلت في السنوات الأخيرة. لذلك مشروع هذا القانون التمهيدي حسب المعلومات التي وردتني عن مسودة المشروع أنه العقوبة تكون إلى حد 20 سنة كل من يثبت اعتدائه على أراضي عقارية تابعة للدولة مهما كانت صورة الاعتداء. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات القانونية أستاذ نجيب بطام، شكرا جزيلا لكم على هذا التدخل معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا.